ضيفتي العزيزه اسم عالمي كبير واسم قدير، هي طبعا الاستاذه الدكتوره منى بلغار، استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب، استشاري تاخر انجاب اطفال الانابيب بالمركز المصري، ودكتوراه امراض النساء والتوليد، استشاري الموجات الصوتيه في امراض النساء والتوليد، وعضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه والتكاثر والجمعيه الدوليه للموجات الصوتيه لامراض النساء والتوليد والجمعيه المصريه لامراض للخصوبه وتاخر الانجاب. ضيفتي العزيزه اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اللي انا حكيته ده على فكره انا فاكره من سنه 94، صحيح، لان انا شفت الحالات دي لا انساها، وطبعا كانت صدمه بالنسبه لي ان انا اشوف واحده ست عندها هيموجلوبين 6 او هيموجلوبين 7 او 5 وجايه وبنت وبتاع واهلها يعني متوترين جدا جدا. هو عشان التسميه العربي غلط خالص، يعني ورم ليفي فعلا زي ما حضرتك قلت حاجه مرعبه. بالانجليزي هي فايبرويد او يعني مايوما، ده مش ورم. يعني هي التسميه بتخلي الناس تتخض. هو ورم حميد من عضله الرحم كثير الانتشار، يعني يمكن فوق 50% من السيدات في العالم عندهم اورام ليفيه، وغالبا ما بيشتكوش، بنكتشفه بالصدفه كده عند فحص روتيني للسيده. فدي اول حاجه لازم نطمن العيانين ونقول لهم ما تقلقوش، يعني ده هي التسميه. انا حتى بقول لهم كده لما بيتوتروا قوي، بقول لهم على فكره التسميه بالعربي غلط، بالانجليزي هو مش ورم ولا حاجه. دي اول حاجه واهم حاجه نطمنهم. لكن هو حقيقي ممكن يعمل شكوى رهيبه للمريضه، يخلي او للسيده يخلي حياتها طبعا صعبه جدا، ويعمل دخول الاستقبال طوارئ ونقل دم طبعا اكيد. يعني هي طبعا الاوراق، يعني اورام الليفيه ملهاش سبب لكن ليها عوامل، يعني ما نعرفش سببها. هي مرتبطه بهرمون الانوثه، يعني صعب جدا تيجي البنوته قبل الدوره ما تيجي، وصعب جدا يظهر ورم جديد بعد انقطاع الدوره. فبرضه ما نعرفش السبب ايه بالظبط، ولكن هو مرتبط بهرمون الانوثه. فطبعا طول ما هي في العمر بتاع الانجاب هي الاورام ممكن تكبر وممكن تبتدي تشتكي منها، وممكن قوي الورم يبقى موجود ويفضل عمرها كله لم يتغير حجمه زي ما هو وما اشتكتش منه عمرها. ما فيش قاعده الورم هيتصرف ازاي. في ورم يقعد العمر كله بنفس الحجم ولا تتاثر بيه وما تحسش بيه وما بيكبرش، وفي ورم تاني لا يعني بيبتدي يكبر، بيبتدي يضغط على تجويف الرحم يخليها تشتكي. في ورم صغير قد كده اهو بيعمل لها الام ونزيف شديد لان مكانه في الرحم جوه التجويف او قريب جدا من التجويف. ورم تاني كبير جدا طالع من بره ما تشتكيش منه خالص وما يتعبهاش في حاجه. فهي الحقيقه ملهاش قاعده. وتعاملنا مع الاورام اللي فيها دايما بيكون على حسب شكوى المريضه. تشتكي من ايه نتعامل، لانه مش لازم خالص ان انا اي ورم ليفي اشوفه قدامي اشيله، لكن على حسب هي بتشتكي من ايه. مين الناس الاكثر عرضه للاصابه غير الناحيه العمريه؟ احنا قلنا الناحيه العمريه معروف ان يعني البشره السمراء، يعني افريقيا هتلاقي فيها كتير اكتر. وطبعا زي ما شرحت ما بيجيش للسن الصغير قوي، ولا يظهر واحد جديد ما بعد سن انقطاع الدوره. يعني اشهر الاعراض بقى اي اضطراب في الدوره، واشهرهم زياده كميه وايام الدوره او اللي احنا بنسميه نزيف مع الدوره. كل سيده بيبقى ليها باترن كده، هي عارفه بتقعد كام يوم وكميتها قد ايه. اي تغير في ده، كميه زادت، عدد الايام زاد، ممكن يعني يرجح ان يبقى في ورم ليفي. ممكن يعمل الام برضو على حسب الموقع بتاعه، لو عامل ضغط او كده في الحوض. طبعا لو موقعه في حته زي تجويف الرحم، المكان اللي بيغرس فيه الجنين، ممكن طبعا يبقى في تاخر انجاب. او ورم كبير قوي ضاغط على الانابيب، ممكن برضو ده يمنع ان البويضه تقابل الحيوان المنوي. لكن غالبا هو اهم شكوى هي اضطراب في الدوره، زياده في كميتها وفي عدد ايامها.